السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الصلاة يا شيخنا في بين العصر، حكم الصلاة في البيت بين العصر. والله يا أخي المسألة مختلفة، لكن أرى والله أعلم أن الصلاة في المنزل بلا عذر ترك الجماعة يأثم فاعلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. جزاك الله خيرا شيخ. الله يسلمك. واركعوا مع الراكعين وحي على الصلاة، هذا موجه لمن؟ تعالوا صلوا لمن؟ ايوه، ما تخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. شكرا. الله يسلمك. وياكم.